اشتباكات متبادلة بين قوات الحكومة السورية والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في ريف منطقة الباب شرق حلب قتل على إثرها عنصران من القوات الحكومية بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد السوري أوضح بأن الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي نفذت عملية تسلل على مواقع لقوات الحكومة في قرية البوغاز شمال شرقي الباب، ما أسفر عن مقتل عنصرين في الصفوف الأخيرة. وفي مناطق إدلب ومحيطها قصفت قوات الحكومة السورية بقذائف المدفعية بلدات الفطيرة وفليفل وقرية مجدلية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين شهد محور قرية السرمانية بمنطقة سهل الغاب بريف حمال غربي قصفا متبادلا مع الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي بالرشاشات الثقيلة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي. والأحد قصفت قوات الحكومة بالمدفعية الثقيلة ريفي إدلب واللاذقية، حيث تعرضت محاور التفاحية في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي للقصف، كما طال القصف المدفعي محيط بلدة النيرة بريف إدلب الشرقي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. في السياق، أعلنت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا أن عناصر الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي قصفوا مواقع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا دون معلومات عن إصابات. نائب رئيس القاعدة الروسية في الساحل السوري أوليغ غورينوف أوضح أنه تم تسجيل عملية قصف خلال الساعات الماضية على مواقع لقوات الحكومة السورية في محافظة إدلب. وتشهد مناطق شمال غربي سوريا اشتباكات مستمرة وقصفا متبادلا بين قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وعلى رأسها هيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة أخرى، تسفر غالبا عن سقوط ضحايا بصفوف المدنيين.